القضاء على العنف والتطرف وتعزيز أركان السلم الأهلي والعيش المشترك وتعزيز روح المحبة والألفة بين الجميع هو الخيار الأمثل لبناء المجتمع. إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة على السطر عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، وهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما تكونوا في كل مكان. ضيف حلقتنا لهذا اليوم المحامي الدكتور محمود شعبان الصافي، فحياك الله دكتور محمود، وأنت اليوم ضيف مرحبا بك في قناة صلاح الدين الفضائية، ورمضانك مبارك. أهلا وسهلا، رمضان مبارك على كل العراقيين إن شاء الله، والصحة والسلامة لمرضانا والشفاء لجرحانا إن شاء الله، والرحمة لشهدائنا شهداء العراق أينما حل. اللهم آمين. اللهم آمين. بداية رمضان مبارك على الجميع. اللهم آمين. نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يحفظك. بعد الوقعة الصحية الأخيرة اللي مريتوا بها، وإن شاء الله دوم الصحة والسلامة والعافية لكم يا دكتور محمود. إن شاء الله. اليوم يعني حلقتنا تتكون من محورين، هي محاربة التطرف وكيفية تعزيز أركان وأواصر السلم الأهلي والعيش المشترك في المجتمع. نعم. دكتور محمود، يعني إذا كان خلينا نقول الجهل يمثل مرتعا للتطرف، فهل المسألة اليوم هي مسألة ثقافية بحتة برأيك؟ نعم. وهل المشكلة لها علاقة اليوم وثيقة بالطبقة الثقافية إن صح التعبير؟ نعم. تفضل دكتور محمود جوابك. نعم، حقيقة التطرف مشكلة أزلية وطافت يعني بالوقت الحاضر، أصبح الدخيل على كل دول العالم ومنها الوطن العربي ومنها عراقنا العظيم. طيب، هذا التطرف وهذه الأفكار المسمومة التي دخلت إلى هذه البلدان تحمل روح الانتقام وروح العدائية وروح الانغلاق التام وعدم التفاهم مع الآخرين، مهما تقدم من حلول لهم لا يقبلون الحوار، لا يقبلون النقاش، الهدف هو أنه السيطرة على كل ما يقع أمامهم من ثقافات، من أشخاص. طيب. سيطرة مادية، سيطرة نفسية تصل إلى حد التهديد بالقتل والعقوبات وغيرها. الحقيقة مجتمعنا، الأسباب اللي أدت أنه قسم من أفراد المجتمع إذا كانوا خاصة الشباب وأيضا الأطفال، نلاحظ أنه هناك صار نوع من الحوار ما بين الجماعات، هذه الجماعات طيب، وما بين هذه الأجيال. السبب كيف؟ أيضا الحكومات. طيب. الحكومات اللي أو السياسي اللي يديرون البلد سواء كان بالعراق أو في أماكن أخرى، الحقيقة أيضا ساروا على منهج خاطئ، ألا وهو تهميش الآخر، إقصاء الآخر، يعني عدم الاهتمام بالخريجين، عدم الاهتمام بالشباب، عدم الاهتمام بالأسرة، من يعني كثرة يعني البطالة، كثرة البطالة، قلة فرص العمل، أي حلول ما موجودة. طيب. هذه ولدت قناعات أنه هذا الإنسان من يقعد في مجلس خاص يريد الخلاص، هو شاب خريج يريد يتوظف، يريد يتزوج، يريد يكون أسرة. يجوا بعض الأشخاص بفكر معين، مو يبدي وياه بفكر أنه القتل والإرهاب وغيره وغيره، فكر متطرف يهديه إلى الطريق الصحيح. طيب. حتى على أساس أنه هذه الحالة النفسية اللي إحنا اليوم حلقتنا توعوية وحلقتنا إرشادية بالدرجة الأولى، على مود نحصن نفسنا ونحصن المجتمع. دكتور محمود وجنابك قانوني وحقوقي وعلى اطلاع بهذا الموضوع، حتى نحصن نفسنا من هذه الآفة الخطيرة اليوم اللي أصبحت تنخر في جسد المجتمع. طيب، الحقيقة يعني احنا هذه الحالة إذا استفحلت في أي بلد كان، طيب يعني شايف أنت البركان، البركان الأسود اللي اللي عم في أي مدينة، الخراب والدمار، بالتالي سنفقد السيطرة على كثير. إذن شنو العوامل اللي تؤدي إلى استفحال هذه الظاهرة؟ العوامل أرجع وأقول أنه سياسة الحكومة، القائمين، التشريعات، القوانين. الحقيقة من 2003 لحد الآن، طيب، المواطن يعاني، يعتب على الدولة ويعاني من أمور كثيرة جدا. يعني احنا على ناخذ يعني على سبيل الخريجين، طيب، الخريج عندما هو بعمر معين يصل 24 طيب. سنة، يصل 28 30 سنة، يتأمل أنه يتعين ويستلم راتب حتى يتزوج ويفتح. طيب. زين، هسه عقود يشتغلون مجانا، العمل مجانا لمثلث سنوات أربع سنوات، ويفاجئون أنه ما موجود بالموازنة. هذا الشاب يعني من يجي أي وسط تكفيري، طيب، أي وسط فكري، أي وسط يجي راح يتلقف هذا الشخص، وبالتالي راح يكون وسط حاضن لهذه الأفكار،
وبالتالي نرجع ونقول السياسة سياسة الدولة تتحمل جزء. طيب. وكذلك بالنسبة للعمالة، بالنسبة للأسرة، بالنسبة للمرأة، يعني من كل النواحي نشوف هناك تقصير واضح ومتعمد. كل 4 سنوات نقول إن شاء الله تعدي ونشوف إنه الأسوأ القادم هو الأسوأ. حلول ناس. طيب. علينا أن نختار ناس خبراء في كل المجالات وما ننظر إلى هذا شنو. إذن أفهم من كلامك، أفهم من كلامك أستاذ محمود، نعم. يعني نعم. هل اليوم يعني وهناك سؤال غالبا ما يطرح، يعني هل جوهر المشكلات اليوم الموجودة في المجتمعات برأيك أستاذ محمود، نعم، هو العنف والإرهاب أم يعني غياب العدل والحريات بالدرجة الأولى؟ إحنا نحكي صراحة قد يجوز، قد يجوز، نعم. طبعا الاثنين معا، قد طيب. يجوز إنه كثير من الأشخاص يجاملون المسؤول، زين، يجاملون المسؤول، يجاملون طيب. انه مثلا تشوف يتلقى بالهتافات وغيرها. ارض الواقع يقول غير ذلك. هناك آفات اقتصادية وامراض، هناك امراض خطيرة، فقر، جهل، حرب اقتصادية، بطاقة طيب. تموينية معدمة الى اخره. هذني كل العوامل تكون بيئة حاضنة لاي شخص يجي بافكار مغايرة لافكار الدولة طيب. وينطيهم وعود طيب. مستقبلية، وبالتالي هذه الوعود لا هذا راح ينفذ ولا هذا راح ينفذ، والضحية يكون المواطن، والضحية المواطن طيب. يعني أبسط الأشياء مثلا من الأسباب اللي تخلي نقمة على الدولة، يعني خلي نجيب مثل بسيط، يعني احنا ذاك اليوم طيب. بأربيل تلقى لك الطماطم 250 وتلقى لك الفواكه والمواطن يجي ياخذ، رجعنا تكري تلقى والمحافظات الأخرى تلقى الطماطم 1500، هذا من راح يرجع نقمة راح يصير. هذا المخضرم أو السياسي المخضرم اللي خلى، يعني اليوم الاقتصاد والسياسة طبعا ترتبط ارتباط وثيق بهذا الموضوع، أبد، الاقتصاد والسياسة طيب. وحتى البطاقة التموينية. احنا المواطن شريد أستاذ العزيز طيب. المواطن نعم. وفر له فرص عمل، وفر له راتب، وفر له مواد دائمه بسعر دخل مادي ثابت بسعر معقول، نعم. يعني البطاقة التموينية الان طيب. هو هذا التصعيد اللي صار في موضوع الدولار اثر نعم. عليه من اثر على المواطن، يعني بطل الزيت اللي كان يستلمه نعم. بالبطاقة التموينية الان البطاقة التموينية مقصرة في كل شيء. اخي عوفوا كل شيء، ادعموا البطاقة وادعموا المواطن، وفروا الكهرباء، وفروا كل شيء. البطاقة المواطن راح يرتاح التموينية نفسياً. اصبحت بس اسم يمكن الان، لا يعني لا تذكر، لا تذكر، لا تذكر، نعم. المواد رديئة، يعني هذا الموضوع الحقيقة المفروض طيب. يعالج. اذا هو شيء مرتبط بشيء، نعم، نعم. من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، نعم. من الناحية الاجتماعية، نعم. كلها مرتبطة، كلها عوامل يجب أن تتخذ بها إجراءات إيجابية وسريعة وفورية، نعم. من أجل القضاء على هذه الظاهرة في المجتمعات. دكتور محمود، يعني الآن يعني موضوع العنف هو مو بس العنف، اللي اللي فرزت الساحة وهي نعم. التكفيريين وغيرهم طيب. أيضا العنف بدأ يزحف على العائلة العراقية وعلى المواطن وعلى المجتمعات. نشوف العنف الأسري، نشوف أنت على الفضائيات، ونشوف شو قاعد يتفننون للأسف. هذا ترى أيضا هذه أسباب، هذا يعني ترى من القهر، من الحرمان. رب العائلة ما عنده يقدم للعائلة طيب. الزوجة تريد رفاهية أكثر. للأسف هذه الظاهرة بدأت تسجل بنسب كبيرة وعالية سيد محمود، وجنابك مثل ما قلت يعني أنت رجل قانوني، نعم. وحقوقي، نعم. وفي نعم. المحاكم ودائما على اتصال بهذا الموضوع، نعم. أصبحت هذه الظاهرة أيضا مخيفة، العنف الأسري اليوم الموجودة في المجتمعات، زوج يقتل زوجته، الزوجة تقتل زوجها، الأبناء مع بعض، هذه الظاهرة أيضا ما كانت موجودة بهذه الاستفحال الكبير. عزيز المنظومة الاجتماعية للشعب العراقي بدأت تنهار طيب. يعني أنتوا قد يجوز يعني إحنا في بعض الأحيان ما كل شيء يقال، يعني أنت تصور طيب. موظف في دائرة معينة طبعا خارج طيب. خارج نطاق مدننا طيب. خارج نطاق طيب. مدينتنا طيب. زين بعمر 35-36 سنة طيب. متزوج يعتدي على طفلة، ترجع لدائرة طفلة ما تتجاوز 9 سنوات طيب، وين القيم، وين المبادئ، شنو اللي ولد هذا الشيء؟ كله من الفراغ، ما قلنا ما كانت موجودة، أو إذا كانت موجودة كانت يعني نعم. العشر يعني نعم. على نعم. مثل ما نقولها بالعامية على نعم. قد الأصابع. اليوم أصبحت هذه الظاهرة مستفحلة بشكل نعم. مخيف اليوم نعم. بالمجتمعات نعم. نعم. شنو اللي خلاها أنه تستفحل بهذه الهالة الكبيرة؟ غياب التخطيط، وإحنا مسؤولية من على حساب من؟ مسؤولية الوزارات المعنية، مسؤولية الوزير طيب. يا أخي إحنا بالعكس، الوزير اللي يستلم اي وزاره المفروض يخلي خطه استراتيجيه شلون يخدم المواطن من طيب. الفاو الى البصره، ما عندنا مشكله من يجي، حتى اذا كان يعني من يجي يقود هذه الوزاره، ولكن احنا ما شفنا
كل من يجي يهتم بالمعيه مالته، يهتم بالمكتب ماله، يهتم بحمايته، يهتم وتارك الشعب. اذا نفضل المصلحه المفروض العامه على المصلحه الخاصه بالدرجه الاولى على مود اقدر ابني صحيح. سادي العزيز على رئيس وخطط صحيح. نعم. على رئيس الوزراء حقيقه ان يغادر هذه الاجتماعات الروتينيه التقليديه يطلب من كل وزير انه ينزل للشارع، ينزل الى دائرته الى مؤسسته. مؤسسته وين مثلا؟ البلديات، خلي ينزل يشوف شنو تقديم الخدمات احنا اللي مقدميها. وزير الصناعه والمعادن، الكهرباء. تدري احنا الكهرباء لو ترجع بشكل اعتيادي الى مدننا ومناطقنا، اولا حركه العمل يعني المصانع تدور، حركه العمل الى اخره. فالمواطن بعد شو يريد اذا توفرت كل هذه الامور؟ كهرباء ما راح نسمح وما للجماعات التكفيريه ان تنخرط في وسط هذا المجتمع. ما اعرف يعني احنا يراد لنا خطه استراتيجيه في كيفيه رأب الصدى ما بين المواطن وما بين الحكومه. هذه المقالات اللي تطلع عبر الفضائيات ومنمقه ومجمله وهذا كلها ما تجد نفع. المواطن صعب اقناعه تطبيق على ارض الواقع. المواطن صعب اقناعه بالوقت الحاضر. يعني حتى انا اشوف قسم من المؤمنين سيما نحن اليوم مقبلون على انتخابات وهذه فرصه ايضا لاختيار الانسب يعني الافضل واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وايضا هذه فرصه لدى الشعب والمواطنين بالدرجه الاولى. عقليه المواطن العراقي استاذ العزيز بالبصره وبكربلاء وبصلاح الدين وباربيل وبالموصل الان 80% منهم يعني قد يجوز انه يقول لك انا ما اطلع انتخب. ليش؟ لان فقدوا الثقه ما بين مرشحهم اللي كان يحلف. شلون يريدون يغيرون اذا انا ما اطلع وانت ما تطلع؟ يا استاذ محمود اذا كما يطلع فقدان الثقه يعني شلون نقدر نغير؟ ابد احنا للوضع الحالي يجب ان يكون الخروج الى صناديق الاقتراع بس، لكن الابتعاد عن المجاملات، الابتعاد عن المصالح الشخصيه، الابتعاد عن استلام الهدايا. الشعب صار عنده وعي وصار عنده ثقافه وصار عنده ادراك وصار عنده درايه. استاذ محمود عرف منو المناسب ومنو الرجل المناسب في المكان المناسب واللي يقدر يخدمه على الايام القادمه ان شاء الله. لكن سؤالي لجنابك استاذ محمود، يعني هل من الممكن ان يوجد اليوم تطرف وعنف فكري دون او يعني عذرا تطرف فكري بدون عنف اليوم في المجتمع؟ لا هو التطرف الفكري دائما المتعصب التكفير المتعصب دائما يكون هو عنده قوه مسلحه، عنده قوه اداه تهديد وتخويف للمواطن لغرض الاقناع. طبعا بس شلون احنا نقضي على هذه الحاله؟ احنا الان يعني في العراق العراقي طيب، الانسان العراقي طيب، الانسان العراقي هو اخو الانسان العراقي اينما كان. ولكن يحتاج الشخص اللي يقرب وجهات النظر ما بين المواطن. احنا الان في شهر رمضان المفروض مبادرات تصير من السياسيين انه يابا احنا الخاطر هالشعب ترى تعبتوا واحنا ما قدمنا لكم شيء بس من هذا رمضان وامام الملأ امام الائمه الصالحين رغم النكبات والحوادث اللي اليوم قاعد يمر بها البلد. نقسم بالقران، نقسم بالائمه الاطهار، نقسم انه راح نشتغل لصالحكم وراح نحلف قران ونحلف بالائمه انه لا مد ايدينا ولا كله يعني كله راح يكون لمصلحتكم. هسه انت شوف على تكريت يعني الان حديقتين يعني ثلاثة أربعة سواد المحافظ، شوف العالم بدت يعني طبعا النفسيه ترتاح. زين لو تجي تنظر انت لو تجي تحسب هذه بسيطه زين لو احنا مثلا المبالغ اللي استلمت في محافظه والمحافظات وضعت لخدمه المواطن لكان الان احنا في حاله اخرى. الان ترى المواطن احنا بالمحاكم ما قعدوا اثنين اذا ما ينتقدون الدوله، ما يقعدون اثنين اذا ما ينتقدون المسؤول. المسؤول الان من يريد يعالج اي شيء يقول لك انت شو تعالج لا تعالج، هي كلها منتهيه. المهم يراد ان ميثاق شرف وطني يتحمل رئيس الوزراء، يتحملوا قادة الأحزاب، يتحملوا كل الدنيا. يعني يحلفون بأغلظ الأيمان أنه إحنا راح نخدم الشعب. يا أخي يا الشعب العراقي عظيم، ماكو شعب تحمل من مآسي حرق وقتل وإقصاء وتهميش وفقر وكذا، ولكن يبقى ذاك الشعب العراقي الأصيل هو الضحية للأسف. بكلمة واحدة لخاطر العراق أنه يرجع إلى المسؤول ويحتضن المسؤول. المهم يريدون قائد يقود هذا البلد بروحيه العمل الجماعي دون اقصاء الاخر. هذا اللي احنا ايضا يعني نرجع الجوهر موضوعنا استاذ محمود، يعني شنو السبل، شنو المعالجات، شنو الاليات اللي يجب ان تتبع في مكافحه التطرف، في مكافحه العنف، من اجل بناء المجتمع؟ مسؤوليه من بالتحديد؟ مسؤوليه
المسؤول السياسي، المثقف، رجل الدين، رجل الإعلام، من هم المسؤولون أو المسؤولين بالتحديد عن هذا الملف؟ نعم. دكتور محمود، الحقيقة يعني الكل أولاً نحمل القيادات نعم. السياسية الآن مسؤولية كاملة عن ذهاب قسم من الأشخاص، وهذا ما مسموح لهم، يعني إحنا معذر لهم، هو الذهاب باتجاهات التطرف، باتجاه يعني الجماعات المسلحة. نعم. هو أنه مواطن عراقي راد أن يعيش أقصية وهمش، وبالتالي لا هو ماخذ حقوقه من الدولة ولا ماخذ حقوقه من المجتمع، وبالتالي لقى الفرصة حتى يروح، وهذا ما مسموح له طبعا. طبعا هذا مو عذر، هذا مو عذر. طيب احنا الان اول عمل نقوم به هو الخطاب السياسي. زين. اولا ضبط الخطاب السياسي وهو بنوعين او بثلاثة انواع او اشكال. ضبط الخطاب السياسي لكل مسؤول طيب في الدولة العراقية. طيب عليه أن ينظر إلى العراقي في تكريت، وإلى العراقي في البصرة، وإلى العراقي في أربيل بنظرة واحدة دون التعصب للطائفة ولا المذهبية. عندما تجي درجات وظيفية إلى الوزارة المعنية يقسمها على المحافظات. زين. ما يصير يعني أنت تأخذ جزء وتترك جزء آخر، هذا مر الزمن المفروض الكل سواسية، راح يصير نوع من التهميش. طيب هذا الخطاب السياسي إن كان موجه من الوزير حصرا والمسؤولين اللي وياه، إن كان موجه لكل العراقيين، والله تشوف المسؤول راح يكون مرحب به. هذا واحد. الخطاب الديني في المعتدل الوسطية والاعتدال، وجنابك سيد العارفين في هذا الموضوع، المنبر المنبر الديني والمنبر الثقافي أو السياسي. احنا عندنا منبرين ديني وعندنا منبرين سياسي. طيب احنا نظل نشاهد هذا الرجل الديني ايش راح يتكلم. نعم. مهما كان. طيب. احنا بالنسبة لنا نعم. رجل دين خليجي كائن من يكون، حتى مسيحي إذا يقودنا، بس إنسان يحب العراق ويحب العراقيين. طيب. وكلامه ينظر إلى الكل بنفس المستوى الوسطي والاعتدال. في بعض الأحيان طيب. هناك من يصعد على المنبر نعم. يعني مو نقول إحنا يعني واحد بالألف بالألفين مرات يجيب كلمة يعني يمكن يمس شعور الآخرين. هاي علي إيش النبي إحنا زين. ما لنا علاقة بهذا. إذن المطلوب دكتور محمود من رجل الدين نعم. أنه يكون منفتح على كل المذاهب وكل الأديان دون التطرف ونبذ الطائفية ونبذ الأحقاد، وبالتالي مصلحته راح تصب في. من الفئة اليوم الأكثر عرضة لهذه الظاهرة الغير حضارية والغير أخلاقية؟ النساء، الأطفال، الشباب، الجميع معرض لهذه الظاهرة، من هم بالتحديد؟ هو الآن احنا من نجلس في أي مكان من نعم. تجي تشوف يقول لك الشباب أستاذ طيب. أنتوا دوركم شنو؟ طبعاً أنا محامي ومستقل لا موظف، ولكن حبي لمدينتي وحبي لشعبي مزين. أنه من نكون احنا نقرب وجهات النظر طيب. ما بين كل الفئات اللي موجودة زين. يجون مرات يشكوننا الشباب زين. يعني الله يقبل، يقول لك احنا بس نرقيلة ونقعد الصبح نرقيلة ونوم، ويجي شخص من خارج المحافظة مثلا هاي نحكي طيب. يجي يتوظف ياخذ مكاننا في تكريت او في اي مكان، هو أول تكريت ما يعني يعني احنا ما يعني احنا من شخص اليوم كل محافظات عامرة وكل مدن عامرة، لا العراق واحد. يجون مثلا عنده مثلا من اقاربه طيب. يخلي 10 اسماء زين. اي خلوا نسبة للمدينة، مو بس يعني احنا ترى في محافظات اخرى من نفس الحالة طيب. هذا الموضوع، هذا الاقصاء يخلي الشباب يعتمدون على الدولة. إذن المصلحة العامة يجب أن تغلب على المصلحة طبعاً الخاصة طبعاً الدرجة الأولى طبعاً إذا أردنا نبني مجتمع صحيح. بالنسبة للأطفال بعيد عن هذه الظواهر. نعم. بالنسبة للأطفال نعم. لحد الآن ما بنيت روضة حكومية طيب. وفق الأسس العلمية والصيغ العالمية أو أبسط الأشياء، ما لحقنا حتى العرب اللي زين. كانت بغداد ينظرون لها العرب نظرة الجنان المعلقة نظرة نعم. يعني نظرة بغداد الأصل. الآن إحنا يعني لو كان أي شخص أي مسؤول في أي محافظات يهتم بالأطفال يعني مثلا رياض أطفال مستوصف للأطفال حدائق للأطفال طيب. وهكذا بالنسبة للشباب وكذلك بالنسبة للمرأة المرأة العراقية من قالوا بلا ولي حد الآن يعني تريد فرصة عمل وين تروح؟ احنا في مجتمعات منغلقة ما بين المرأة اللي تشتغل في معمل صح لو مو صحيح استاذ؟ اكيد يعني نعم. المفروض افتح لها ورش عمل تجينا المنظمات الايدي العاملة استثمرهم تجينا اليوم. المنظمات يعني رجال. المنظمات ورشة نعم. عمل للشباب ورشة عمل نعم ياخذون مبالغهم هم من الامم المتحدة او من طيب. حسابنا الشخصي ويقدمون لنا فرد برامج مو صحيحة زين زين. هذه يراد لها
خطة ودراسة حقيقية. نعم. إشراك بها المثقفين الاختصاصيين من ذوي المهن في كل محافظة، وبالتالي احنا ترى اللغط الآن على المسؤولين لغط مو طبيعي. الانتقاد على المسؤولين انتقاد مو طبيعي. تقول لي اكو رضا على المسؤولين؟ لا ما اكو رضا. يعني فشون احنا هذه؟ إذن الحل استاذ محمود، الحل انه يجب ان المسؤول الحكومة تحديدا. طيب. والمسؤولين نزولا يجب أن يقدمون بالوقت الحاضر حلول سريعة لخدمة المواطن. طيب. وأولها الكهرباء، اثنين أولها فتح يعني فسح المجال للشباب للتوظيف، فسح فرص العمل، فتح ورش عمل سريعة لغرض يعني امتصاص هذا الزخم من البطالة. يعني هسه احنا اليوم شارع الأطباء في تكريت احترق، السبب هو تماس كهربائي. كهربائي نعم. زين. الموجودين الشارع يعني من البسطيات ما تقدر تفوت. زين هذا ليش؟ هذا لو عنده وظيفة وعنده ليش يجي يزاحم الناس بهالمكان هذا؟ يعني ما أعرف، يعني تخطيط ماكو للشباب وماكو للمرأة وماكو للأطفال، فإحنا نحتاج مراجعة النفس لوضع الحلول اللازمة بذلك. كلام جميل أستاذ محمود. يعني سؤال آخر، يعني هل أيضا اليوم لمواقع التواصل الاجتماعي دور بارز ودور مباشر في زعزعة أمن الفرد والمجتمع؟ وأقصد بها مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما إلها مصادر رسمية حقيقية. نعم. وقاعد تبث الأخبار. نعم. وتبث المواضيع والأمور بدون أي مصدر رسمي وبدون أي مصدر حقيقي، والناس إيش مدريها. نعم. تصدق لربما، وكو بيهم لا عندهم وعي وإدراك و يعرفون الأبيض من الأسود. نعم. فهل لهذه المواقع اليوم دور مباشر في زعزعة في تأجيج وضع؟ نعم نعم. الحقيقة إحنا أيضا هنا نعتب على المسؤول إنه في كل دائرة، يعني خلينا نقول إذا مو في كل دائرة. طيب. أقل شيء في محافظتنا أكو ناطق إعلامي. طيب. مرات مواطنين ينشرون حي الديوم خاصة أصبح مشكلة، القادسية مشكلة. طيب. زين إحنا هذول كثرة المناشدات. أه. راح يخلون النقد، اكو نقد يعني اكو مطالب مشروعه، اكو نقد بناء، ونقد بناء دكتور بس عندما انت ما انت يعني ما تستجيب لهم ولا حد. طيب. يرد لهم. طيب. راح يتحول النقد. اني مرات انتقد الاخوه انه انتم مرات يعني من تنزل على صفحتك باسمك العلني. طيب. وتنزل اشياء تمس شعور الشخص اذا كان هو مسؤول واذا كان هو ما مواطن عادي. استاذ محمود هذه قانون العقوبات، قانون العقوبات يحالف قانون العقوبات. ولهذا انا انصح اخواني دائما انتم لا تنشرون. طيب. ما يمس اذا ما عندك دليل. ما عندك دليل. نعم. احنا في بعض الاحيان قسم من يعني شيوخنا وعلى التواصل الاجتماعي. طيب. احنا نخول المحامين في محاربه الفساد. ذاك اليوم في اجتماع عندنا قلت لهم اخوان انتم شنو تخولون المحامين في الفساد؟ احنا بالنسبه لنا ما عندنا خصومه. طيب. ما عندنا خصومه، انتم اذا ما عندكم ادله ومتضرر، اكو دوائر هي اللي عندها ممثلين قانونيين وعندها دوائر هي متضرره. شنو عقوبه اليوم من يستهدف الشخص الفلاني لشخصه استاذ محمود؟ نعم. تعرف نعم. شنو قصدي؟ نعم. اليوم نعم. نعم. بدون اي انتقادات بناء. نعم. استهداف الشخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية والله القانونية والعقوبات. قانون العقوبات حدد عقوبات. نعم. لهذا الموضوع. طيب. يعني العقوبة تكون من 3 أشهر إلى سنة تقريبا. وحسب نوع الجرم. إحنا الحقيقة يعني يمكن هم يستغربون، أنا دائما أنبه. نعم. يستغربون. ذاك اليوم أحد الفنانين. طيب. أنت فنان حب للوطن، تغنى بالوطن، تغنى بالشعب العراقي. طيب. رايح لي على والله شنو ينتقد مدينة معينة. هذا غير مسموح. ينتقص بناتها بأغنية تعبانة، لا شرعا ولا قانونا ولا يعني عرفا يعني ولا يعني. نعم. وسوانا مشكلة وكذا. طيب. هو شعبها العبالة بمنا قدم الطلبات، والحقيقة ما تولوها الجسم، تولوها المحامين. قدم الطلبات إلى القاضي، أحاله وفق المادة 438 اللي تحكم من 3 أشهر. ولكن يعني إحنا خمو جايين إحنا حتى ننتقم للآخرين؟ لا طبعا. اعتذر وراح يقدم للمحاكم، وبالتالي هناك تنازل راح يكون عنه. طيب. بس حتى يكون عبرة. ماكو داعي أنت الفائدة يعني ليش من تجي استهدف فلان واستهدف فلان؟ أنت لا تتكلم بالعام. عندك. نعم. دليل على المدير الفلاني. طيب. سارق ناهب حش هو يعني حش. طيب. الشرفاء. أنت روح، عندك شجاعة، روح المحكمة، قدم طلب وشوف الإجراءات القانونية ايش راح تتخذ بحق هذا الشخص. أما إحنا قاعدين والله
ونتكلم بشكل عام، وبالتالي ترى أنت وبالاسم الصريح ترى معرض للمساءلة، والقانون ما يحمي المغفلين. إن شاء الله نسوي أيضا حلقة على هذا الموضوع ونوسع به الكلام والنقاش حتى هو جريمة للأستاذ أكثر. نعم أزيدك، الجريمة طيب. الإلكترونية الآن القانون يعني بدورة للتشريع هناك عقوبات قاسية جدا طيب. تصل في غرامات عالية جدا لهؤلاء الأشخاص. أنا أطلب من أخوتي والشباب الموجودين لا تنفعل اتجاه هذه الحالة وتنزل باسمك الصريح وانت ما عندك دليل على هذا الشخص. عندك دليل قدم دعاوي وشوف الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص ايش راح يصير. كلام جميل دكتور محمود، يعني اسمح لي انه نذهب بفاصل قصير ونعود بعدها لتكملة المحور الثاني عن كيفية تعزيز أواصر السلم الأهلي والعيش المشترك، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتي المشاهدين نذهب بفاصل قصير ثم نعود لتكملة ما تبقى من محاور هذه الحلقة من برنامج نقطة على السطر، فابقوا معنا. حياكم الله أحبتي المشاهدين مرة أخرى، والمحور الثاني من هذه الحلقة، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور المحامي محمود شعبان الصافي، حياك الله من جديد دكتور محمود. المحور الثاني قلنا نتكلم إن شاء الله على تعزيز أواصر العيش المشترك والسلم الأهلي والمجتمعي، وهو عصب الحياة والمجتمعات اليوم إن صح التعبير دكتور محمود. فبداية كيف يعني يمكننا فهم السلم الأهلي وترسيخ أركان ومفاهيم هذا المحور المهم وتبني ثقافة التسامح بالدرجة الأولى بين المجتمعات؟ تفضل. سادة العزيز، الله سبحانه وتعالى خلق البشرية على هذه الأرض طيب. وخلق الإنسان على هذه الأرض للعيش بحياة حرة كريمة طيب. وحتى أنه هذا البشر يعبد الله سبحانه وتعالى ويشكره طيب. ولكن الإنسان مرور الزمن بذت عنده نوع من الأحقاد، نوع من الأن، نوع من السيطرة، نوع بلشت القتل والمشاكل والحروب وغيرها وغيرها طيب. الإنسان الواعي والمجتمع الواعي في الدولة اللي إلها تاريخ مثل العراق طيب. يعني يفترض أنه نعيش إحنا في حب ووئام وتقبل الآخر طيب. ونسيان الماضي إن كانت أحقاد. متى نستطيع أن نتقبل الآخر أو رأي الآخر دكتور محمود؟ وقلتها جناب، إذا ما فكر السياسي الآن، السياسيين اللي موجودين فكروا أنه نبذل نبذل عنف ونبذل طائفية طيب. ونبذ كل ما هو يسيء إلى سمعة العراقي، وإحنا نعرف أن العراقيين من التاريخ لحد الآن طيب. هو كل عراقي أخ لكل العراقيين طيب. هذه الحالة إذا مشينا بها إيش راح يصير؟ راح يصير العدو، والدولة طبعا الدولة تقف مع المواطن مع كل مواطن في كل المحافظات بمستوى واحد دون تمييز وبمسافة واحدة إذا الدولة دخلت بهذا الوضع إيش طيب. راح نقول؟ راح تكون دولة مساواة وعدل ودولة قانون طيب. عندما القانون يسود في كل المجتمعات عندما العدالة يسود في كل المجتمعات طيب. وزارة التربية لها لكل المحافظات حصة، وزارة الدفاع لها لكل المحافظات حصة، الوزارات الأخرى هنا المواطن إيش راح يكون؟ راح يكون في أمان، وراح يكون إنه حقوقه اللي فرضها طيب الانتماء لهذا الوطن طيب. تكون هي كاملة وغير منقوصة، ذاك الساعة راح يكون راح يأثر حتى على السلم. إذن ما هي آليات، ما هي أدوات على ماذا يرتكز السلم الأهلي والعيش المشترك في الوقت الحالي؟ لازم هناك أركان هناك أواصر يا أستاذ محمود، هناك آليات، هناك أدوات يجب أن تتبع من أجل تعزيز هذا الملف المهم اللي إحنا بأمس الحاجة إلى اليوم وعلى صعيد المجتمع بشكل عام. والله شوف أستاذ، كل سياسي يعرفه، بس أنا ما أعرف ليش هم مبتعدين. أنا شوف دائما أركز على السياسي هو قائد، السياسي قائد طيب. حقوق الإنسان، توفير حقوق الإنسان، شنو حقوق الإنسان، شو يريد الإنسان هسه إحنا من عايشين هنا، شو يريد طيب. الإنسان الشيء يريد حرية، أمن وأمان، توفير خدمات، يتنقل في هذا بلد وفي كل مكان دون أن يقول له واحد أنت وين رايح. يريد أمن وأمان، يريد خدمات، يريد فرص عمل، توفير فرص العمل نعم، توفير يعني أكو هسه أنت المواطن العراقي الآن ده يشتغل، يعني شلون ده يعني صراع مع الحياة من أجل أن يشتغل في أعمال خاصة وليس حكومية طيب. ولكن وين دي يخليها على الغذاء يومية سياسة جديدة بالغذاء طيب. استفحت الطماطة نزل البصل،
زين. اثنين مسألة الدواء. احنا ننتقد هذه الدولة وننتقد السياسيين وننتقد كل سياسينا انه العراقيين نتيجة لكل الحروب اللي مرينا بها ضغط تولدت عندهم، ضغط، سكر، امراض مزمنة. شنو اللي قدموه لهذا المواطن؟ يصير العامل يشتغل ب 15,000 دينار ما يدري يوفرها للاكل، ما يدري يروح على الطبيب. هسه الصيدليات عندنا ما شاء الله في كل محافظاتنا، بين صيدلية وصيدلية صيدلية، ولكن هل فكروا انه والاسعار ما شاء الله يخلون ربح، ربح هامش على المادة؟ ماكو، لا ماكو. نشوف العامل يعني الا القلة القليلة لربما، لا طبعا الا القلة القليلة. مثلا ثق بالله اكو ادوية ناخذها من هنا ب 30,000 نلقاها باربيل، لان اكو رقابة عندهم، نلقاها باربيل مثلا ب 20 زين ب 20,000 دينار. زين هذا المواطن شو يريد؟ احنا لو نوفر مستشفيات، لو نوفر تأمين صحي، لو نوفر علاجات، كان اقل شيء العامل او الرجل الموظف ما يعني ما يصرف هذه المبالغ. زين العمليات الان كل عملية بمليونين وثلاثة، والجشع هذا اللي ما عنده مين يجيب، والجشع وصل الى صالة العمليات، احدهم قال انا ما سوي العملية، اذا مو فلان يروح يجيب 3 ملايين مال العملية. يصير يعني بينما المستشفى وين القسم الانساني؟ ما ابو قسم، وين الحالة الانسانية يا استاذ محمود؟ الا ما ندر، الا ما ندر، الا ما ندر. زين هذه معضلة مهمة للمواطن. ثق بالله اذا توفر له فرص العمل والتأمين الصحي والمستشفيات تبنى مستشفيات ولو سريعة. هذا الصين أنطيها نفط وتجيب لك مستشفيات سريعة. إذا على من تقع مسؤولية تعزيز هذا المحور أو هذا الملف؟ والله يتحملها مسؤولية من؟ الحكومة، ويتحملها الوزير. كل الوزراء الصحة اللي راحوا وجوا ما قدموا أي شيء يلتمس المواطن العراقي. تجي على الكهرباء، المبالغ اللي صرفت بالمليارات وينها؟ وينها؟ لا نزال احنا نعاني وكأنما من الصفر. يعني ينراد، انا قلت لك ينراد مبدأ، يعني مبدأ من المبادئ الإسلامية اللي بها قسم وبها شرف وبها انه كل وزير وكل شخص يؤتمن على مال، انه هذا المال يضعه في المكان المناسب، وبالتالي راح نشوف انه مستقبلا انه راح نشوف الخدمات في هذا الجانب وفي ذاك المكان يعني، وبالتالي المواطن الآن يعني. هذا جوابك يقودني إلى سؤال أستاذ محمود. يعني ما هي أهمية اليوم إشراك الشباب، بين قوسين فئة الشباب على وجه التحديد، في الحوار الداخلي وتعزيز مفاهيم الحوار والسلم الأهلي على وجه التحديد، وكيف يمكن استثمار هذه الطاقات الشبابية في بناء المجتمع وتعزيز أواصر هذا المحور المهم، الشباب بالدرجة الأولى أستاذ محمود؟ حقيقة الشباب الآن نشوف انه شباب واعي ومتحفز. زين، دعنا عن الامور اللي تطلع سلبيات في هذا المكان او ذاك، في كل المحافظات حقيقه نقف امامهم بكل احترام. حبهم لوطنهم، تضحياتهم. احنا الجيل الاول من العراقيين اصحاب الخبره، اللي اخذوا خبرتهم من الخارج، من عملهم، يفترض انه هذه الخبره تتحول الى هؤلاء الشباب. اذا كانت، اذا اندمجت خبره الماضي من الجيل الماضي مع الشباب، شلون نستثمرهم استاذ محمود؟ من خلال المشاريع الصغيره طبعا، استقطاب الايدي العامله، يعني هسه شغل المصانع اليوم اللي واقفه. خيرات العراق هوايه ما شاء الله اليوم الحقيقه. هذه هل شهادات واختصاصات علميه نادره عندنا استاذ محمود؟ يعني هو شنو المشكله هسه؟ قسم من الشركات تجيب، يعني تنطي انت عقد الشركه مع بناء مستشفى، تجيب ايدي عامله من خارج الشركه، تفرض عليك 70% من العماله هم من عندهم، يعني من الدوله اللي هذا. هذا ما يصير. المفروض ليش ما اخلي الايدي العامله من داخل البلد وافيد ابناء البلد وافيد الشعب بالدرجه الاولى؟ عزيز، اكو فرص عمل واماكن عمل كثيره جدا، ولكن ايضا نرجع ونقول هناك تقصير واضح. الشباب انا التقي بشباب كثيرين جدا الان، ابحث عنهم، يقول لك انا انام واقعد، مصرفك منين؟ من اهلي. ذاك اليوم واحد شاب قال الحمد لله لقيت فرص عمل. قلت له ايش قد؟ ب 80,000. قال اقل شيء مال الجقاير. طيب زين، هذا راح يستمر يعني يطلع مال الجقاير ولا 80,000 شو تريد تسوي؟ زين هذا مو وراء زواج، مو وراء. فاحنا لو ناتي بالمعامل الصغيره والمشاريع الصغيره، وفتح اكشاك، وفتح ورش عمل، وفتح يعني اعطاء فرص عمل شريفه لهذا الشخص، او يعني مشاريع استثماريه جماعيه خلينا نقول. زين، ويعني هو موجوده في كل محافظه، سياحيه كانت، صناعيه كانت، اداريه كانت، كل شيء عندنا، كل شيء عندنا، كل شيء. ولهذا كل شيء متوفر اليوم. الشباب الان انا انظر على مدينتي، نسبه العطاله، نسبه العاطلين عن العمل عاليه جدا،
وهكذا بالنسبه حالها حال المحافظات والمحافظات والمدن العراقيه الاخرى. زين نعم. هذا مستقبلا راح يكون اداه ضغط. زين ولهذا شوفهم الان الاحتجاجات ترى هم مو يعني يأيدون حزب او يأيدون فئه معينه هذا يجي على البيت يقول له الابو انطيني يعني شنطي الاب زحمة. زحمة. زحمه 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 زين يريد نعم. يشرب يعني يريد يطلع يريد ياكل هذا اذا ما عنده شيء يسوي راح يثور ولهذا شوف هذه كل الاجراءات الحكومة على الحكومة أن تمتص هذا الغضب من الشباب وأن تبرمج لهم عمل معين في أماكن مختلفة حتى نحافظ على المجتمع. أيضا هذا يرجع في موضوع طيب. السلم. إحنا على مود لا نهمش أيضا دور النساء بالمقابل أستاذ محمود، يعني هل باعتقادك عفوا أنه للنساء اليوم دور مهم طبعاً. ودور مباشر طبعاً. في تعزيز هذا الملف أستاذ محمود طبعا، وشلون وعن طريق يعني أو ما هو السبيل أو الطريق لتعزيز ملف السلم الأهلي والمجتمعي من خلال النساء أو المرأة ودور المرأة في المجتمع؟ المرأة نصف المجتمع، والمرأة العراقية نعم. تختلف عن كل نساء العالم طيب. تحملت ما تحملت طيب. وهي عليها التربية البيتية طيب. وعليها تقديم الخدمات وخدمة الرجل، خدمتنا احنا اللي كل شيء منساعده طيب أكيد طيب. هذه المرأة أيضا نعم. لحد الآن طيب. ما نالت نصيبها من ايضا التخطيط والبرمجه السياسيه مهمش ايضا الدولة. ايضا مهمشه يعني هسه شوف مثلا ابسط الاشياء المراه ما يعني في محافظاتنا ما عندها متنفس زي. ما عندها متنفس طيب. ايضا ما تحتاجه المراه يعني احتياجاتها الشخصيه نشوف لا نزال احنا خاضعين لارتفاع وهبوط الاسعار هنا راح يصير يعني ايضا راح يصير فرق ما بين الفئات العمرية والعفو فئات النساء في المجتمع طيب. ناس قادرة عن تشتري كل شيء وناس ما قادرة على أن هذه الأمور علينا نفكر بالمرأة أولا نوفر لها فرص عمل زين. يعني لا بأس أن وفرت لها فرص عمل حتى تساعد الرجل طيب. وبهذه الحالة راح نقلل فرص المشاكل في داخل البيت لربما العادات والتقاليد نعم. والبيئة يمكن ما تسمح بهذا الشيء أستاذ محمود لا إذا كان يعني إحنا كان عندنا معمل هنا معمل بلاستيك نعم. في تكريت كان طيب. يحتوي الكثير من النساء زين. ومغلق يعني وبالتالي كان يوفر فرص عمل ورواتب أيضا ليش ما أفتح ورش وأفتح نعم. مشاريع صغيرة وأستقطبهم حسب بيئة في خدمة حسب المجتمع بيئة المرأة. حسب البيئة نعم. اللي موجودة نعم. بيها نعم. احنا الحقيقه ما صار عندنا يعني ما حد فكر زي. المنظمات الانسانيه الان كلها احنا طيب. شايفيها كلها خدمه المراه ورشه عمل للمراه لا ايش قدمت بس اسم لربما بس اسم بس مقابل طيب. مبالغ تصرف الامم المتحده او يعني الخزينه العراقيه له هذه المبالغ تروح لهذه المنظمات اللي المفروض اذا طيب. صرفتها على المراه في 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 مشاريع تخدمها يمكن احسن مما تجينا المنظمات زين استاذ محمود انتم دوركم اليوم كحقوقيين وكرجال قانون نعم على دائما تماس مع مشاكل المواطنين بشكل مباشر دوركم في تعزيز هذا الملف دوركم في بناء المجتمع دوركم في تقديم الخدمه نعم. الى الغير لازم لكم دور خاص بكم كنخبة مثقفة نعم. كرجال قانون نعم. كرجال حقوق في هذا الجانب أستاذ محمود نعم. إحنا الحقيقة يعني كل محامي صلاح الدين الحقيقة في أي مجتمع يتواجدون به راح يكون له أثر في النصح والتوجيه والإرشاد طيب. سواء ما يخص شنو اللي قدمته صارت هناك ورش صارت هناك ندوات نعم نعم أكو صارت هناك مؤتمرات نعم أكو قعدتوا ويا الناس وشفتوهم نعم. ووصلتوا أصواتهم للجهات المعنية نعم شنو اللي عملتوا عليه بالتحديد دكتور محمود أكو شيء فكرة أكو شيء خطة أكو شيء دراسة شوف أنا في يوم من الأيام يعني نعم. لا المحامي هو مو فقط على عمله طيب. في يوم من الأيام أحد قادة الشرطة يعني تمازح ويا قال أنتوا كذا ما قلت له لا إحنا القاتل والمجرم ما ندافع عنه ندافع عن المظلوم فقط إن وجد طيب. أما القاتل هو قاتل يحالف كل الأحكام طيب. بس قلت له إحنا عندنا ملاحظات طيب. يعني ملاحظات قال ثاني يوم أنا قلت له عندنا ملاحظات وصار نقاش طيب. ثاني يوم قلت له إحنا من أنتقد أنا حتى نحافظ على مجتمعنا طيب. وأنبهك أخاف بزي. واحد ما منبهك طيب. ثاني يوم صارت ورشة عمل عندنا في نقابة المحامين صار طرح مباشر وجها نعم. لوجه طيب. صير أخطاء من محقق صير أخطاء من محامي صير أخطاء
من سوينا ورشة العمل أطلعنا بنتائج لا نزال نعمل عليها. فيما يخص المرأة أيضا الحقيقة هناك حالات مخيفة تهدد الأسرة العراقية ألا وهي نسبة الطلاق قد تصل 80% 75%. إحنا كل محامينا دائما ينصح ويوجه ويأخر. في تصاعد النسبة بما أنه جنابك دائما بالمحاكم موجود اليوم. طبعا في تصاعد النسبة. شنو السبب؟ سبب الزواج المبكر، قلة فرص العمل، اختلاف الثقافة، بس هو العوز المادي. العوز المادي وهي ظاهرة الموبايلات وظاهرة المسلسلات. هم نرجع ونقول يعني ذاك اليوم صارت عندنا حالة يعني شخص جاء بسيط من قال له أنت يعني مخالعة، يعني المرأة تريد تخلص وهو يريد يخلص. سبب يعني هسه أقول لك السبب. السبب أنه مثلا تليفون يعني طيب في علاقات أخرى. طيب مو هذه عائلة اليوم مواقع التواصل الهواتف اليوم جتي نعمة لو نقمة لو والله هي شنو نعمة اللي يعرف شلون يستخدمها ونقمة اللي النقمة صارت على الأشخاص اللي دا يستغلوها. وبالتالي هذه التليفونات بدأت تأذي العائلة العراقية. أستاذي نسبة أطفالنا وشبابنا يعني هسه تدري والله حتى نشوف الأطفال صار عندهم إدمان يعني منعزل بغرفة أو منعزل في زاوية وبيده موبايل ومن تحكيات تتكلم وياه يعني بغير عالم للأسف. ويمكن أستاذ محمود واك واحد هسه يمكن عنده موبايل واحد إذا مو اثنين وأكثر يمكن هذا ما يعني ما يعترف بهاي الشغلة. فهذه أيضا اليوم شلون نقدر نحد من هذه الظاهرة؟ مسؤولية المدرسة، مسؤولية الأسرة، مسؤولية المجتمع، مسؤولية الكبار، من بالتحديد يا أستاذ؟ والله يعني وهي تراكمات تجي شي فوق شي للأسف وقاعدة. خوفي على الشباب. يعني مثلا احنا انا عندي اطفال ياخذون الموبايل ويعرفون شلون، ومن يدق واحد يعني او شخص يرفضوه. هذه الحقيقه راد لك حلقه شلون معالجه الطفل. اوعدك ان شاء الله خلال معالجة الايام الطفل القادمه. نعم استاذي العزيز. انا عندي ابني بالرابع ادبي. زين فتدري هم كلهم ابنائنا. فقلت له المدير قلت له شوف من ابني الى الاخرين انتم اذا تحدون يعني موضوع تيدور الطالب قبل لا يصير هذا الاجراءات الاخيره راح تشوفون عندكم طلاب ينامون بالصف. ليش؟ لان غياب السيطره الاب على التليفونات. تدري هذا البوبجي يعني يبدي من الوحدة بالليل وغير البوبجي وغيرها وسهر الأطفال إلى ساعات متأخرة. إحنا نقدر نعالج هذا الموقف إنه تسحب الموبايلات يعني بوقت معين، لأن هذه يظل الصبح شو راح يروح المدرسة شو، وهو أيضا هذا هدف. وهذه أكثر العوائل اليوم تتعاني من هذه الظاهرة. أستاذ للقوى الخارجية هدف مبرمج لقتل روحية المواظبة والحرص والدراسة لدى العراقيين. المواطن العراقي كان في كل المحافظات. والله إدمان أستاذ محمود. وهذا سؤالي يعني شلون نقدر اليوم نستثمر هذا الإدمان اللي موجود عندنا، الإدمان الرقمي، في بناء المجتمع وليس هدمة. نعم هذا يصير من خلال ندوات ويعني ويا أولياء الأمور ويا العائلة العراقية لا أنت قول شلون نحافظ يعني شلون نحافظ على هذا الشخص من أن يورط عائلته وأهله بمصائب قد تكون عقوبته الابتزاز وغير تصل الابتزاز تصل سنة الابتزاز. نعم ابتزاز الإلكتروني. تهديد الصور. أكو أمور قاعد تصير ما بيها يعني ماكو مجال نطرحها وقاعد يعني يصير نوع من التهديد. أنا وعدك نسوي أيضا حلقة خاصة على هذا الموضوع على مود يعني توصل الفكرة والوعي يكون أشمل وأكبر للمواطن. إذن أستاذ محمود نرجع لموضوعنا، هل نحن اليوم بحاجة إلى تطوير الخطاب الاجتماعي والسياسي وعلى شنو يعتمد بالتحديد؟ نعم الحقيقة يعني أيضا على الحكومة العراقية ومجلس الوزراء أن يخلي ضوابط لكل خطاب سياسي وعلى أن ما يكون يعني ما يتجاوز ويمس شعور أفراد الشعب العراقي. هذا جانب. الجانب الثاني يجب ان يعني كل الندوات اللي يصير يجب ان تكون بها موافقات مسبقه. زين. وعلينا ان نعرف ايش راح يطرح من 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 مواضيع اخرى. طيب مرات احنا يعني التعصب يعني التعصب اللي دا يصير في المناظرات التلفزيونيه راح يعني ايضا شو تؤدي؟ تنحسب. لا هذا راح ينحسب على فئه معينه وذاك على فئه معينه. وبالتالي احنا راح نخسر الطرفين. بس الحمد لله انه الظروف المرت بالعراقيين بكل ابناء الشعب العراقي الحمد لله انه زادتهم وعي وزادتهم تكاتف وزادتهم. ولهذا شوف استاذي من تصير مشكله
في تكريت شوف ابن البصرة يتألم من يصير مشكلة في الناصرية النسيج الوطني هذه اللحمة الوطنية يعني اليوم هذه عاداتنا وتقاليدنا وديدنا وجنابك سيدي العارفين بهذا نعم الموضوع أستاذ محمود نعم نعم اللحمة الوطنية العراقية هي باقية كما طيب كانت لأن بعد أن انكشفت كل الأمور دخلوها بأمور طائفية دخلوها بأمور مشاكل ماتت وأصبحت من الماضي أصبحت من نعم الماضي الآن العراقي في كل مكان يشتاق لأخيه العراقي أينما كان زين وإن شاء الله دائما يظل نعم اللحمة الوطنية وتظل هذه العادات والتقاليد وإن شاء الله دائما الصحة والأمان والسلامة على جميع المحافظات العراقية وأبناء هذا الشعب العظيم أستاذ محمود يعني زميلي المخرج يشير لي إلى وقت انتهاء البرنامج لكن يعني ما هي رسالتكم اليوم كنخبة مثقفة نعم مثل ما قلنا كقانونيين كحقوقيين نعم إلى كل من يتابعنا عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية وهذه الليالي المباركة تفضل نعم أستاذ محمود أنا تحياتي لكل أهلي في العراق أينما نعم كانوا طيب على مختلف أديانهم ومذاهبهم إنه عليكم وعلينا بحب العراق طيب هذا بيتنا الكبير هذا اللي هو علم الدنيا وعلم البشرية العراق العظيم وعلينا بحب علم العراق عندما تكون هذه الثوابت أمامنا راح كلنا نكون تحت هذه الراية وعلى أرض هذا البلد اللي يشرفنا ويشرف كل إنسان عايش به ونبقى أخوة متحابين وتبقى كل بيوت العراقيين هي مفتوحة لكل العراقيين حفظ الله العراق وأهل العراق من كل مكروه وتحياتي للجميع تحياتنا لك أستاذ محمود ويعني أنا أشكرك مرة أخرى على كل ما قدمت من هذه المعلومات المهمة اللي أفدتنا بها وأفدت بها مشاهدنا الكريم وأواعد جنابك الكريم اللقاء يتجدد خلال الأيام المقبلة في تفاصيل ويعني مواضيع أكثر صلة وتماس مع مواطننا الكريم عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية فكل الاحترام والتقدير لجنابكم الكريم دكتور محمود ونقول لك الحمد لله على السلامة مرة ثانية الله يخليك شكرا جزيلا الله يخليك شكرا جزيلا الله يخليك وشكرا موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين على طيب المتابعة انتظرونا الأسبوع القادم ضيف جديد وموضوع آخر نطرحه في برنامج نقطة على السطر كما أيضا يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب الخاص بقناة صلاح الدين الفضائية وأيضا الاستماع إلى هذه الحلقة عبر أثير إذاعة صلاح الدين عبر الموجة 91.2 كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في الإعداد والتقديم أحمد صلاح الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا دكتور شكرا عزيزي الله يبارك فيك تحياتي